تشهد العاصمة المؤقتة عدن جهودا حثيثة وخطوات متسارعة لتنشيط الحركة الاقتصادية والوقوف على أبرز المعوقات التي تواجهها. منتجات كثيرة تدخل، معظمها خزن في دول الجوار وفترة انتهاءها قريبة، وفي منتجات فاسدة باليوم الواحد، شحنات كثيرة نقوم بإتلافها في اليوم الواحد. بيئة جميلة للعمل وبيئة آمنة أيضا، كل ما يتحدث عنها وكل ما نسمع عنها من انفجارات هذا يتحدث في معسكرات، تحدث بعيدة عن بيئة الاستثمار وبيئة الأعمال. هذا ما تصدره مبنى المنطقة الحرة، حيث احتضن اجتماعا هاما ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة ورئيس المنطقة الحرة ومدير عام المواصفات والمقاييس لمناقشة قضايا عديدة متصلة بنشاط المنطقة الحرة. فالمهمة هذه الاجتماعات هو يعني التنسيق وعمل دعوة للمستثمرين وحل إشكاليات كثير من العوائق اللي كانت تمثل عامل هروب للمستثمرين والاستثمارات. حيث أكد المجتمعون حرصهم على إعادة عملية الاستثمار وتشغيل المصانع وتقديم التسهيلات للمستثمرين واستئناف المشاريع الاستثمارية المتوقفة جراء الحرب التي شنها الانقلابيون على عدن في مارس 2015. الآن بعد انتهاء الحرب نحن في طور التقاط الأنفاس، ونتأمل أن يشهد العام تحسن كثير من الظروف بما يعكس نفسه إيجاباً على تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن. توج المجتمعون لقائهم بالاتفاق على تشكيل مجلس تنسيقي لمعالجة كافة الإشكاليات المتعلقة بقضايا الجودة والمقاييس وحماية المستهلك وتنشيط الحركة التجارية والصناعية وإنعاش الوضع الاقتصادي. لعل أبرز ما خرج به الاجتماع إعادة إنعاش المنطقة الحرة وإعادة تشغيل المشاريع الاستثمارية التي يعول عليها كثيرا في إعادة تطبيع الحياة إلى المدينة الاقتصادية عدن. مروة السيد، قناة بلقيس، عدن.